الرئيس الألماني كريستيان فولف قرر البقاء في منصبه بعد اعترافه بارتكابه خطأ فادحا عندما حاول الاتصال بمسؤولين في صحيفة بيلد الألمانية لمنع قصة حصوله على قرض ميسر، لكن انتقادات الصحف والمواطنين الألمان لا زالت تلاحقه. بالنسبة لي ما قاله لم يكن كافيا، قال ما أراد قوله لكنه لم يجب عن الأسئلة التي طرحت عليه. يجب أن يرحل، هذا واضح. لا أفهم كيف يمكن السماح له بالكذب طوال اليوم. قبل أعياد الميلاد رأيت أن الأمر كان مبالغا فيه، لأن الأمر يخص حياته الشخصية، ولكن الطريقة التي تصرف بها لا تليق برئيس دولة. أعتقد أن السيد فولف ومثل ما صرح بنفسه تتعلق القضية بحياته الشخصية، وقصة القرض البنكي تدخل ضمن هذا السياق. ولكن عندما يسلط الإعلام الضوء على شخص ما بهذا الشكل فإن الأمر يصبح مختلفا. وبعد صمت دام 3 أسابيع اعتذر فولف البارحة في مقابلة تلفزيونية عن فضيحة القرض الميسر الذي تلقاه دون ضمانات من زوجة أحد أصدقائه، لكن يبدو أن صفحة القرض الميسر لرئيس الدولة لن تطوى بسهولة في ألمانيا. Für den ich mich entschuldige.